وفي هذه الآية أيضا في قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، أنه ينبغي للمؤمن أن يعلم أن النفس قد تحب شيئا ولكن الله عز وجل أراد لها شيئا آخر، وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا يسيره الإنسان، أن لا يسيره الإنسان ويصيره على ما يهوى، ولهذا يجب عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل ولو كانت نفسه تميل إلى غيره، ولو كانت النفس تميل إلى غيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تعجيل القبلة والله عز وجل أخره، وتأخيره في ذلك أن الله راض بهذا التأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل رغبته القلبية في توجهه إلى المسجد الحرام قبل ذلك أحب إليه من التوجه إلى المسجد الأقصى، فدعا الله عز وجل راغبا بتحقيق تلك المحبة وذلك الرضا. ولهذا نقول قد يوجد في بعض الخلص والكمل من العباد، ويوجد أيضا في بعض العباد من سائر الناس من يميل إلى بعض الأشياء التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، نقول لا حرج عليه في ذلك، ولكن ليحذر من التلفظ بهذا، وليحذر من التلفظ بهذا، لأن اللفظ بذلك ومخالفة لأمر الله، ومخالفة لأمر الله ومضاهاة له جل وعلا. ولهذا خواطر النفس التي تطرأ على الإنسان من ميل الإنسان إلى الشهوات، وميل الإنسان مثلا إلى ترك الواجبات لاعتبار مثلا فيها كلفة على الإنسان، ولكن لا يجوز له أن يقول لو لم يفرض الله عز وجل علينا الصلاة لكان خيرا، أو لو لم يفرض الله عز وجل علينا الحج لكان أريح لنا ونحو ذلك. هذا لا ينبغي أن يكون من مؤمن، وإن وجد في قلب الإنسان، وجوده في قلب الإنسان هذا مما لا يؤاخذ الله عز وجل عليه الإنسان. ولهذا وجود أمثال هذه الأمور لا تعني نفاقا في العبد، لا تعني نفاقا في العبد، ما لم يتكلم، فإذا تكلم فإنه يتدرج في دائرة النفاق بقدر زيادته بالتلفظ ومعارضة أمر الله عز وجل قولا وعملا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بإضمار مطلوبه في عبادة وهو الدعاء لله عز وجل أن يوجهه إلى المسجد الحرام. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حياء من الله يكتفي بالنظر إلى السماء وتقليب بصره من غير دعاء، وذلك أن الله عز وجل وجهه إلى المسجد الأقصى، فبقي عليه الصلاة والسلام على ذلك وكان يطلق بصره إلى السماء والله عز وجل يعلم ما في قلبه، فلم يتلفظ، وهذا معنى محتمل.